ازيكم يا جماعة؟ النهاردة في حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمله رياكشن هو مسلسل أبو جبل بتاع مصطفى شعبان. مدة التريلر تقريبا 52 ثانية. هو الظاهر ان هو اللي نزل كله كان تيزرز، ما فيش اي اوفيشال تريلرز لحد دلوقتي. فطبعا كالعادة ما شوفش التيزر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. يلا بينا. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. I'm feeling mean, I'm feeling mean. Way up Missouri, there's a heavy price. برضو الحبكة ما فيش اي حاجة خالص برضو ظهرت في التيزر بتاعت في المسلسل خالص، غير ان شفنا ثلاث حاجات في المسلسل: مصطفى شعبان والسيكس باكس، وهو بيصجر، وهو بيتشبحن، وهو بيلعب بوكس. انا مش فاهم. طب انتوا يعني انا مش فاهم الناس اللي عمالة تنزل في تيزر. طب ما تنزلوا يا جماعة الاوفيشال تريلر خلاص، يعني رمضان تقريبا، يعني خلاص في شهر، اقل من شهر تقريبا رمضان. طب انا مش فاهم هم مستنيين ينزلوا امتى الاوفيشال تريلرز، يعني ده خلاص، يعني ده رمضان كمان اسبوعين تقريبا او 3 اسابيع. برضه ما فيش اي حبكه، ما فيش اي حاجه في التيزر. زي ما قلنا ما جابوش اي حاجه، ما فهمناش اي حاجه من التيزر غير ان هو بيتشبحن وهو بيلعب بوكس بس. كل اللي اعرفه في دور البطوله مصطفى شعبان وايتن عامر وحسن حسني وعايدة رياض ودياب ومحمود البزاوي. الاخراج لاحمد صالح اللي كان اخرج قبل كده في رمضان العملية ميسي، واللي كان اخرج له السنة اللي فاتت ايوب. بصراحة انا شايف ان ايوب، افتكرت ايوب بصراحة السنة اللي فاتت كان مسلسل ممتاز، كان فعلا بجد من اكتر المسلسلات اللي عجبتني، ومن اكتر المسلسلات اللي انا فعلا اندهشت وانا بتفرج عليها، لان انا من يعني من الناس اللي انا مش من جمهور مصطفى شعبان قوي، بس فعلا المسلسل كان بجد كان حلو. والله انا عن رايي كنت اتمنى ان انا اشوف مثلا ايوب 2 غير اللي احنا شفناه ده. يعني اتمنى التريلر يعوض على اللي احنا شفناه ده. انا نسبه ترقبي في يعني كتيزر دي، لو هنديها نسبه ترقب مع شبحانه مصطفى شعبان، هي 4.5 من 10، غير طبعا لما حد ما نشوف الاوفيشال تريلر بتاعها. بس ما عنديش تعليق تاني خالص على التريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستجرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه.